حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. دعا عضو لجنة الاستثمار النيابية أسعد البزوني إلى استجواب المسؤولين عن انخفاض قيمة الدينار، وقال البزوني إن اللجنة المالية استضافت لعدة مرات محافظ البنك المركزي لمناقشة مسألة انخفاض الدينار، وإن مسألة معالجة ارتفاع أسعار الصرف تتطلب مواجهة للفوضى التي ترافق انهيار الدينار. وبيّن البزوني أن الفوضى التي تشهدها أسواق الصرف تقع على عاتق اللجان النيابية المختصة، ومن ثم يجب التحرك نحو استجواب الشخصيات المعنية لرؤية الخطط الواضحة والحلول العملية لهذا الأمر على حد تعبيره. أكد نائب رئيس اللجنة المالية السابق في برلمان كردستان العراق ريدار أحمد أن حكومة بغداد ملزمة بإرسال رواتب كردستان العراق كاملة من الموازنة بموجب قرار المحكمة الاتحادية. وأضاف أحمد أن التذبذب والتأخير بعملية صرف الرواتب تتحمله الحكومة في بغداد كونها لم تفي بالتزاماتها تجاه كردستان العراق، وأشار إلى أنه بعد إرسال مستحقات الموازنة التي صوت عليها البرلمان ستنتعش الحركة الاقتصادية مجددا بعد الشلل الذي أصابها طيلة السنوات السابقة. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 900 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام وبمعدل يومي باع أكثر من 218 مليون دولار، منخفضاً عما سجله الأسبوع الذي سبقه. كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 723 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 79% مقارنة بالمبيعات النقدية. صرح المشرف على دائرة الرقابة الجمركية في محافظة كرمانشاه علي أصغر عباس زادة بتصدير سلع وبضائع بأكثر من 327 مليون دولار إلى العراق، وذلك عبر منفذ برويز خان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، يسجل نمواً بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عباس زادة قوله إنه تم خلال هذه الفترة تصدير بضائع تزن أكثر من 870 ألف طن عبر هذا المنفذ إلى خارج البلاد. أعلنت دائرة معلومات الطاقة الأمريكية أن كمية صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 7 ملايين برميل خلال شهر تموز الماضي. وقالت الإدارة إن كمية صادرات العراق من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر تموز الماضي بلغت نحو 7 ملايين برميل، وبمتوسط بلغ 225 ألف برميل يومياً، منخفضاً عن شهر حزيران الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.5 مليون برميل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.